on le voit aujourd'hui par le nombre de personnes qui ont répondu. Comme je disais tout à l'heure, à la presse, c'est un format libre et qui permet à chacun de rencontrer qui il veut, de discuter des sujets qu'on veut. حنا كنظموا هاد اللقاءات في الرباط، هذا الثاني في الولايه ديالنا. هاد اللقاءات عندهم واحد الشكل اللي كيسهل التواصل ما بين المقاولين ما بينهم، باش ما يمكن لهم يعملوا البيزنس ما بيناتهم. كنخلقوا واحد الشبكه ما بيناتهم، اللي يكونوا مقاولات كبار او لا مقاولات صغار، حيت شي كيحتاج شي. وثانيا كيكونوا هنايا ممثلين الابناك، يمكن يتلاقاو معاهم، يتذكروا معاهم، يعطيو يطرحوا عليهم السؤالات ديالهم. شنو هما دابا كيف هي الحاله في البنكه؟ وهذه كاين ممثلين ديال ادارات عموميه اللي هما مهمين، اللي كنتعاملوا معاهم يوميا، بحال اداره الجمارك ولا اداره الضرائب. وكاين ممثلين ديال السفارات اللي هما ممثلين على الاقتصاديين، اللي كيمكن لهم يعطيوك معلومات على التبادل اللي كاين مع بلدان اخرى. وهاد اللقاءات كيف شفتيهم، لقاءات ما فيهمش، فيهم واحد الشكل مفتوح وحر، تيمكن لك تهضر مع اللي بغيتي، تمشي لواحد الطبله لطبله، تعطي لاكارت. وحنا عملنا كل شيء بواحد الشكل، واحد الشكل رقمي، تيمكن لك غير تسكاني داك الكود اللي عندك في لاكارت، كتسجل نمره التليفون وكل شيء ديال السيد اللي كتهضر معاه، ماشي تحتاج تقول له اعطيني لاكارت ديالك، يبغى يعطيها لك ولا ما يعطيها لكش. يعني الشبكه محلوله وفيها فرص كثيره، فرص كثيره. وحنا كنشوفوا، شوفوا الناس كيجيو بزاف، يعني بان هاد الشكل ديال الاجتماعات تيسهل الماموريه على المقاولين، وكيجيهم خفيف وسهل. دونك هاد اللقاء اللي هو افتر ورك كنديروه تقريبا مره في 3 شهور. الغرض منه هو نعطيو واحد الفضاء اللي كيتلاقاو فيه المقاولين ديال الجهه، جهات الرباط سلا القنيطره. دونك فضاء للتبادل الخبرات، تبادل المعلومات، تبادل كذلك لقاء مع الادارات، يعني اللي عندها اتصال مع المقاولين. وكذلك اللي مهم بزاف هو يعني نعطيو واحد القيمه مهمه للمقاولين الشباب، اللي اليوم اللي كيستضفنا اليوم هو مقاول شاب اللي بدا في 2020 مقاولة صغيرة، واليوم تبارك الله ولا من اكبر المقاولات في الجهة. دونك نعطيوه واحد المجال حتى هو نقدروه ونعطيوه واحد المجال باش يعني يمشي في الازدهار ديالو وفي التنمية ديالو. يعني احنا بالنسبة لنا يعني الفيدرالية ديال الاتحاد العام لمقاولة المغرب، هو واحد المناسبة كذلك باش يكون واحد اللقاء مع الأعضاء ومن الشركات اللي ماشي عاد أعضاء، اللي في واحد كان يعني واحد تبادل ديال الآراء وتبادل ديال الأفكار إلى آخره. وهي أوضاع في الحقيقة، هي أوضاع صعبة جدا، هادشي راه ماشي يعني الكل كيعرف بأن الاقتصاد العالمي ماشي خصوصية ديال المغرب، كتمر من ظروف صعبة. والخصوص اللي مهم بالنسبة لنا هو اليوم المقاولات الصغرى يعني كتعاني بواحد الشكل كبير، وبالتالي كذلك من بين الأهداف ديال هاد اللقاءات هو تبادل الآراء حول هاد الوضعية، وكيفاش هاد المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى كيفاش كتعامل مع هاد الوضع الجديد، مع هاد الصعوبات الاقتصادية. هنا ممثلين الابناك اللي كاينين هنا، ممثلين الادارات يعني العموميه، ممثلين القطاع الخاص، اعضاء ديال الاتحاد العام لمقاوله المغرب. دونك هناك واحد التبادل ديال الاراء، ومن بين الاهداف المهمه لهاد اللقاءات هو كذلك تبادل الاراء في اطار هاد الظرفيه الاقتصاديه الصعبه. كادر لا ميوزيك اي تو سا، جو فودري كون لابلوديس باسكو اي لي اكسيبسيونيل. فوالا.